واللي يخصنا احنا تشامبيونز ليج افريقيا، عوده من جديد لمشوار افريقي باذن الله يكون مكلل بالنجاح، وتكون زي ما قال بلال ال 15 بتطبخ على نار هادئه تبقى ال 11 ان شاء باذن الله الله. باذن الله ان شاء الله باذن الله، وخصوصا انه الدوافع موجوده والدوافع كتيره جدا قاريا وعالميا. لكن عندنا ماتش مباراه مهمه جدا مع سان داونز، هبداها من ماتش امبارح اسوان والاهلي. يمكن كتير من الجماهير كان بيتفرج على المباراه دي وعينه رايحه شويه على الاهلي عامل ايه النهارده، الاهلي اخباره ايه قبل ما يواجه سان داونز بثلاث اربع ايام. شفتوا الماتش امبارح ازاي، وخصوصا ان في اسماء ظهرت من البدايه يعني كاساسيين لاول مره، ومين لفت نظركم واهم مكاسب الاهلي بلال؟ يعني في البدايه مباراه اسوان جت بعد طبعا خساره الهلال الغير متوقعه او اللي ما كانتش في الحسبان، ولكن خلينا نقول ان خساره الهلال هي ضريبه او ضريبه مشاركه الاهلي في كاس العالم للانديه، والحاله والانتعاشه الكبيره اللي كان عليها النادي الاهلي خلال مشواره في المغرب. النادي الاهلي بعد خساره الهلال السوداني مستر كولر قرر ان هو يدخل المباراه امبارح بروتيشن. انا شايف ان الروتيشن في الدوري العام خاصه مش رفاهيه، يعني كولر ما بيروحش للروتيشن زي ما مسار اجباري يعني. بالظبط، هو مسار اجباري لازم. ولما تيجي تبص للناس اللي عوضت اللعيبه اللي غابت امبارح، لا مروان معلش الكره دي مروان يا جماعه مروان امبارح انا ما قلتش مروان في الاول، مروان عطيه مروان عامل جيم امبارح يعني عالمي 10 على 10 مباراه كبيره طبعا، بيقدم اوراق اعتماده امبارح بعد كمان ما كان ساب بصمه كويسه مع الناس في مباراه فلامينجو، ولكن للاسف النتيجه وقتها ما خدمتوش. امبارح مروان حمد مروان عطيه بيقول ان هو لا لاعب على قدر واستطاعته ان هو يقدر يشارك في النادي الاهلي الحته دي يا بلال في الاهلي. اعتقد الفتره الجايه هيبقى صداع بالنسبه لمستر كولر. علشان كده انا بقول لحضرتك، هو دلوقتي انت لما تيجي تشوف امبارح الراجل لما قرر يعمل روتيشن، مين الاسماء اللي شاركت او عوض بيها الناس اللي غابت؟ لا، واحد في قمه محمد مجدي قفش لعيب كبير شارك امبارح، مروان عطيه شارك امبارح، خالد عبد الفتاح، محمود متولي رجع للمشاركه مره ثانيه، محمد اشرف في مركز الظهير الايسر، ودفع بكهرباء المتالق طبعا في مركز المهاجم. فاللعيبه دي كلها ليها اسمائها وليها ثقالها في ارض الملعب، فكولر بيعمل الروتيشن وهو مطمن، زائد ان هو زي ما قلت لحضرتك الروتيشن في مباراه الدوري مش هيبقى رفاهيه، لا ده اجباري. انا عندي مباراه كل ثلاث ايام الفتره اللي جايه، انا بلعب مباراه زي ما شفنا، احنا ما لحقناش نرجع القاهره، طلعنا من السودان على اسوان يومين بالظبط تمرين ولعبنا نفس الكلام النهارده، راحه بكره تمرين، وبعد كده مباراه سان داونز الصعبه جدا في استاد السلام يوم السبت. فالفتره الجايه كلها هتحتاج ان الراجل يعمل التدوير زي ما هو بيعمله بالطريقه اللي هو واثق فيها. وكمان ساعده امبارح، هو ايه اللي ايه دليل نجاح الروتيشن؟ ان انت الناس اللي انت بتقرر تديها وتعتمد عليها تنجح لك طريقه لعبك، وفي الاخر تخرج بالنتيجه المطلوبه والنتيجه المرجوه، وده اللي حصل امبارح. النادي الاهلي قدم شوط اول ما قدموش من فتره كبيره في جمعيه اللعب والتالق الفردي. احنا بنشوف حسين الشحات احد افراد الثلاثي الهجومي بيصنع ثلاث اهداف، بنشوف كهربا الفيرويد بيحرز هدف، واحمد عبد القادر الجناح الاخر بيحرز هدف. اذا الثلاثي الهجومي شارك في الثلاث اهداف اللي احرزهم النادي الاهلي امبارح، ودي ما حصلتش من فتره كبيره. بالاضافه زي ما حضرتك قلت طبعا لتالق مروان عطيه في نص الملعب، كان مالي نص الملعب امبارح بتحركاته غير التحركات. مروان كان بيعمل حاجه كويسه جدا، كان بيظهر وبيطلب الكوره، وكان دايما وهو الكوره قبل ما يستقبل الكوره كان بيرفع عينه علشان يشوف ازاي يقدر يمرر، وسرعه اللعب دي اللي فرقت مع النادي الاهلي. لو شفنا كره هدف محمد مجدي قفشه هتجد ان مروان عطيه والكره جايه له بيمرر لحسين الشحات على طول، حسين عملها من لمسه واحده، برده حسين القرار عنده كان مميز جدا في لعبه محمد مجدي قفشه. فمروان لا عمل حراك كبير جدا في وسط ملعب النادي الاهلي، بالاضافه لتالق خالد عبد الفتاح طبعا في مركز الظهير الايمن. مارسيل كولر وقصته مع افريقيا، يعني يمكن لما لعب الراجل طبعا لما لعب دوري ابتدى يفهم طبيعه الكره المصريه وايه اللي ليها وايه اللي عليها، ايه قصه التحكيم، ايه قصه الملاعب، ايه قصه الفار. خد مشوار لطيف، حقق فيه ارقام كويسه جدا، لما طلع يلعب كاس عالم هو عارف انه رايح يقابل ابطال قارات، كوره في ليفل تاني خالص، ريال مدريد، فلامينجو، سياتل، اوكلاند. افريقيا بالنسبه لمارسيل كولر بالنسبه لي انا علامه استفهام لسه، هل شايف انه طبعا هي مواجهتين، مواجهه مع بطل تونس ومواجهه مع بطل السودان، والاهم طبعا والاصعب بالنسبه لي سان داونز. انا بشوف دايما سان داونز من الفرق من افضل الفرق بتلعب كره في افريقيا، شايف ده ازاي؟ وشايف انه الراجل وصل لانه يفهم امكانيات فرقته، توظيفها،
استغلال الامكانيات دي بافضل شكل ممكن قبل مباراه السبت. ازاي يا فاروق؟ خلينا نقول ان مستر مارسيل كولر في افريقيا شويه ينقصه بعض الخبرات اللي بيكتسبها مباراه الاخرى. انا حتى في مباراه الهلال شفته بره على الخطوط لما بدات لعيبه الهلال سجلت ولقى تضييع وقت بشكل مبالغ فيه، هو كان مستغرب لان هو طبيعي مدرب اوروبي ما جاش ما احتكش بانديه افريقيه ما يعرفش يعني ايه ان انت ما بتلعبش خمس ست دقائق متواصلين بعد ما فرقه تسجل هدف. لكن في افريقيا للاسف لحد دلوقتي انت ده بيصادفك في مباريات النادي الاهلي او اي مباراه ضد، انا ما بشوفش النادي الاهلي بيعمل كده ولا عمري شفت النادي الاهلي بيعمل كده، لكن في فرق في افريقيا هتعمل كده لان هي بتبقى اقل منك في الملعب، فلما بتتقدم في النتيجه بتحاول تستهلك الموضوع. هو حتى واقف كل ما لاعب يقع في نادي الهلال واقف مستغرب وبيكلم الحكم، لا الحكم بيتصرف ولا طبيعي جدا فاروق. اي نادي اي فريق هيحس انه احساس العاجز او احساس الضعيف هيعمل كده طبعا، طبيعي جدا هيلجا لكل الطرق غير المشروعه جوه الملعب وبره الملعب، يعني طبيعي جدا يحاول انه مش عارف يعطلك في الملعب فارس لفارس زي ما بيقولوا يعني، فهيلجا لكل اساليب على العكس بقى مع سان داونز فريق بيلعب كوره ما عندوش الحته اللي احنا بنتكلم عليها، لا فريق بيلعب كوره هيفتح خطوطه هيلعب مباراه بيحاول دايما يكون ند للند ضد اي خصم. النادي الاهلي دايما بيحب الفرق دي. نتائجك ضد سان داونز ممكن تكون هات وخد، انت بتكسب مباراه هو بيكسب مباراه، لكن مستر كولر اعتقد انه ضد سان داونز وحتى لو دراسته وفريق تحليل الاداء الموجود لفريق سان داونز هيبقى عايز يخوض المباراتين دول، وتفكيره طبعا لان هو منافس مباشر ليك في المجموعه لازم تاخد منه اكبر عدد من النقاط ممكن، انت المواجهه هنا والمواجهه هناك لازم النادي الاهلي المواجهه في القاهره هنا يخشها بكل قوه. اعتقد ان النادي الاهلي هيخش المواجهه الجايه ضد سان داونز بكل قوه وحاسب حساب لفرقه سان داونز اللي هي خلاص بقت بالنسبه للنادي الاهلي كتاب مفتوح اعتقد، لان حتى سان داونز ما بيغيرش اسلوب لعبه على مدار السنين، ما بيغيرش اسلوب لعبه ليه نفس الاسلوب اللعب اللي النادي الاهلي بنقول ان هو ممكن يتالق دايما قدام الفرقه دي، لان الفرقه دي بتلعب بجيم مفتوح ما بتلجاش ان هي تلعب جيم مقفول، فالمباراه دايما بتكون ممتعه. واعتقد ان مستر كولر من ساعه ما جه النادي الاهلي في المباريات الكبيره بيقدر يتعامل بشكل جيد جدا، والمباراه ما بتخرجش بره النادي الاهلي. فضد سان داونز اعتقد الاحتكاك هيبقى الاحتكاك الحقيقي وهيظهر تظهر قوه النادي الاهلي. يعني رهاني لو وصلنا للحاله الفنيه والشكل والاداء والروح اللي كنا ظاهرين بيها في كاس العالم انا اعتقد ان احنا نقدر نتجاوز سان داونز بسهوله. هو يمكن زي ما قال فاروق ان سان داونز على مدار السنين الماضيه رغم اختلاف المديرين الفنيين اللي تعاقبوا على تولي اداره سان داونز ولكن هو محافظ على نفس الهويه نفس منظومه اللعب. هو عنده شخصيه بالظبط في بيلعب في فرق كده ليها ستايل زي برشلونه بالظبط مدرسه يتراجع مستواها ينزل مستواها تفوز ببطوله تخسر بطوله هي شخصيه برشلونه وطريقه لعب برشلونه بالظبط وهكذا ينطبق على ريال مدريد وعلى بايرن ميونخ وعلى فرق كتيره بالظبط هي سان داونز واحد من الفرق واحد من الفرق اللي قادره تحافظ على شكلها وعلى هويتها وعلى طريقه لعبها بتلعب منظومه لعب بتلعب ككتله واحده الفريق كله بيدافع وبيهاجم. يمكن انا استوقفني لقطه لو رجعنا لمباراه القطن الكاميروني لقطه السنتره فريق سان داونز بيسنتر حارس مرمى فريق سان داونز واقف على قوس منطقه ال 18 يعني انت متخيل حضرتك هم بيعملوا البيلد اب بطريقه مميزه جدا حارس المرمى متقدم لسه في الثانيه ال 20 واقف على قوس منطقه ال 18 بيحضر مع المدافعين فثقه كبيره جدا بيلعب بيها فريق سان داونز في عمليه الخروج بالكره بيستفاد طبعا هو بيلعب 4 3 3 بتتحول مع الوقت ل 4 2 3 1 اعتماده الكلي طبعا والكبير جدا على ميلولا الفيرود ده خطير جدا يمكن في مباراه القطن الكاميروني شفناه احرز هدفين وصنع هدف ومعاه طبعا بيجي من وراه طبعا مورينا الاثنين دول ثنائي خطير جدا بيعتمدوا على الاختراقات بينزل ساعات موليلا بينزل بيسقط عشان خاطر يفضي لمورينا في ظهر الدفاع ده اعتقد ان هيجد دفاع النادي الاهلي صعوبه شويه في التعامل معاهم خاصه مع تحركاتهم. لو جينا بصينا لسان داونز وطريقه بقى يعني الكره مع الفريق المنافس مع النادي الاهلي هتجد ان سان داونز او تواجد لاعبي سان داونز في وسط ملعب الفريق المنافس بخمس او ست لاعبين ودي هتعمل يعني بيضغط ضغط متقدم بيضغط ضغط عالي جدا ده اللي طبقه سان داونز في مباراه القطن الكاميروني غلط بالمناسبه تتوقع انه نفس الشخصيه دي اللي احنا بنتكلم عليها ان هو بيواجه الاهلي يلعب بنفس الطريقه والاسلوب ولا تتوقع ان الطريقه اللي ظهر بيها قدام الهلال او حتى القطن تختلف ممكن يتحفز شويه يلعب بتوازن اكتر شويه لانه هو عارف طبعا ان النادي الاهلي داخل المباراه بخيار واحد اوبشن واحد هو اوبشن الفوز سان داونز بالمناسبه عنده الثلاثه اوبشن لو كسب المباراه طبعا يبقى عمل بالظبط او تعادل المباراه النتائج اللي حققها في ماتش مدياله طبعا اريحيه بالظبط على عكس انك تبص على صور لعيبه سان داونز البروفايل بتاعهم من تدريب سان داونز البروفايل بتاعهم واحد تقريبا يمكن التشكيله كلها اتغيرت عن سان داونز اللي حقق البطولات قبل كده لكن بروفايل اللاعب دايما واحد هو ما حققش غير بطوله واحده بتهيألي على
حساب الزمالك. على حساب الزمالك. هي البطوله دي النجمه الوحيده. بس خلينا نقول برضو ناكد احنا بنتكلم على ثاني اغلى سكواد في قاره افريقيا ورا النادي الاهلي. فهم بيدوروا على اللاعب اللي عنده امكانيات ماديه وبيجيبوا لعيبه الحقيقه. بيدوروا هم عارفين هم عايزين ايه كويس، بيدوروا على اللاعب اللي عنده مهاره، اللاعب السريع، اللاعب اللي يقدر يلعب في اكتر من مركز. في كل لعيبه سان داونز بتلعب في اكتر من مركز. طب ما تيجي نشوف فاروق تشكيله الماميلدي سان داونز في مباراه القطن الكاميروني كده، ونوري الناس الطريقه اللي بيلعب بيها ماميلدي سان داونز. يمكن هو زي ما قال بلال اللي هم بيلعبوا 4-3-3 على الورق، يعني 4-3-3، لكن هي بتتقلب 4-2-3-1 او 4-3-1-2. دايما عندهم سرعه والهجوم بتاعهم مفيش تمركز بشكل واضح. ما تقدرش تقول ماليولا اللي هو هو راس الحربه او مورينا هو راس الحربه. دايما بيبقى فيه تغيير في المراكز ودايما بيبقى فيه حركيه كبيره جدا في خط هجومهم. فهم بيلعبوا اعتقد بسيستم محفوظ، اللعيبه بتتحرك بشكل تلقائي دلوقتي في الملعب. بتشوف لو دفاع ما عندوش وعي او ما عندوش خبره، دايما سان داونز هيلاقي مساحات، لان دايما اللعيبه بتتحرك في كل وقت وبيجي لعيبه من وسط الملعب. ثلاثي وسط الملعب عندهم خطير، والطرفين عندهم يمكن هم يعني بيصنعوا لعب هجومي بشكل جيد جدا. فاحنا بنتكلم على فريق كل عناصره يعني عناصر خطر، لكن ضد النادي الاهلي في القاهره تحديدا دايما ما بيبداش بشكل ضاغط زي ما قال بلال. هو عارف تراجع، عارف بيضغط هناك. مباريات دايما ضد النادي الاهلي هناك بيبدا ضاغط وبيستفيد من عنصر العنصر الجماهيري. العمق عندهم اخطر ولا الاطراف؟ لا، هو يمكن احنا لو اتكلمنا عن نقاط بقى، نقاط ضعف سان داونز. لا، الاول هم في هم مميزين عن العمق. هم اعتمادهم الاكبر على العمق. طبعا بيحاولوا يجوا زي ما قلنا كده عن طريق مورينا وموليلا اللي بينزل لوسط الملعب وبيتحرك زي تحركات كريم بنزيما كده. وزي ما قلت لحضرتك بيعملوا الضغط العالي. يمكن كره الهدف الاول في مرمى القطن الكاميروني ضغطوا بخمس او ست لاعبين، غلطوا المدافعين بتوع القطن الكاميروني وقدروا يستخلصوا الكره. وعندهم يعني موليلا من 2 تصويب على المرمى احرز هدفين. فهم مميزين جدا. نشوف ارقامهم في الدوري الجنوب افريقي كده. تمام فاروق، الدوري اللي حسموه تقريبا خلاص، يعني اعتقد ان سان داونز 55 نقطه في صداره الدوري. بعد كده سوبر سبورت يونايتد ب 33 نقطه، يعني الفرق كبير جدا. سان داونز وفرق بس مباراه سان داونز زياده. وانا عايز اقول لك كمان يا فاروق ان الفرق الكبير ده هيديهم اريحيه كبيره جدا طبعًا. في اللعب في بطوله افريقيا. هم خلاص كده هيركزوا على البطوله، خصوصا ان هم كمان ما لعبوش ما بين المباراتين. مباراه القطن ما لعبوش، يعني ما كانش فيه لعبه في الدوري، قعدوا الاسبوع كله راحه. لكن الاهلي لعب ضد اسوان في مباراه كمان كانت سفر بالنسبه للنادي الاهلي. لكن هم كمان مش ما لعبوش ولا مباراه لحد مباراه النادي الاهلي. سان داونز في نقطه مهمه جدا ان هو مسجل 39 هدف داخل فيه 7 اهداف بس في 21 مباراه. متميز هجوميا ودفاعيا. مش دفاعه مش جيد، يعني احنا ما نقدرش نقول 7 اهداف دوت مش داخلين فيه عشان دفاعه دفاع متميز او دفاع واو. لا، هو دايما مع الكره ودايما بيضغط لقدام. فما فيش كره، نفس منظومه بيب جوارديولا مانشستر سيتي. طول ما الكره معايا وطول ما انا بهاجم انا مامن دفاعي وما فيش كره بتروح عليا. طيب.